انطلاقا من نفس النقطة سيادة اللواء، ويمكن حتى هذه النقطة أشار إليها أو أشارت إليها الندوة التثقيفية أمس، فكرة الوعي اللي حضرتك تتحدث عنه. بالرغم مرة أخرى أن احنا كنا خارجين من نكسة 67، دي كانت يعني كفيلة أنها تحطم الروح المعنوية طبعا، لكن في نفس الوقت كان في وعي مجتمعي وعي شعبي أن احنا لا نقدر وأن احنا هنحارب زي ما كنا بنتكلم. زي ما قلت التاريخ بيعيد نفسه وما زالت الحروب على مصر مستمرة، شكل الحرب اتغير. الأول حرب كانت عسكرية وجندي أمام جندي، دلوقتي بقت حرب وعي، حرب معلومات. ويمكن شوية كنا بنسمع احنا بقالنا 50 سنة بنحتفل بحرب أكتوبر إيه الجديد، لكن على الناحية الأخرى وعلى الجهة الأخرى في نفس التوقيت، ومش بس في نفس التوقيت، طول الوقت تخرج معلومات مغلوطة عن حرب أكتوبر، تشكيك صحيح. وطول الوقت بنشوف حتى بطرق بقى كتيرة، إن كان المعلومة خاطئة، تغيير في معلومة، غسل معلومة بشكل كامل، تزييف حقائق أصلا. فطول الوقت إحنا معرضين لهذه الحملة، واللي بتدخل كده بالراحة زي ما بنقول من غير حتى ما حد ياخد باله. الأجيال الجديدة ما حضرتش حرب أكتوبر، ممكن تكون تسمع عنها لكن ما حضرتش. إحنا يا إما والدي أو جدي كان موجود، كان مشارك، كان أو حضر 67 أو حتى حضر حرب أكتوبر، فإحنا عندنا إلى حد ما انتماء أو حاسين بالفترة دي. الجيل الجديد لا. يعني هو حضرتك أنا أقدر أقول حاجة واحدة في موضوع حملات التشكيك، وزي ما بيقولوا كده إيه، نبدأ من الآخر. الحرب فيها انتصار ومهزوم. إحنا كنا مهزومين، كان عندنا أرض محتلة، كان عندنا أرض محتلة، يعني كل سيناء كانت محتلة، ومش أرض قليلة، وأرض غالية علينا كلنا. طيب عملنا عملية عسكرية أو حرب أكتوبر، نتيجة الحرب دي كانت إيه؟ إحنا مش هنتكلم في تفصيلات دلوقتي ولا هنرد على حملات تشكيك ولا آخر. إحنا الأرض استرجعنا أرضنا ببساطة شديدة. صحيح. فأي حملة تشكيك تقال في هذا السياق هي حملة زائفة. احنا كان عندنا ارض محتله استرجعناها بعمليه عسكريه. الشخصيه الاسرائيليه بتعتمد دايما على الكذب والتضليل، يعني مش هنرد بقى على صحيح. يعني الحاجه الثانيه لو دخلنا بقى في تفصيلات بقى برضو مش 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 تفصيلات صغيره قوي، انتوا كنتوا بتقولوا ان عندكم خط لا يقهر ولا يخترق، خط برديف، بتقولوا عندكم قوات جويه يد طولة وتقدر تضرب العمق المصري، وعندكم أسلحة متطورة ومنظومات تسليح متطورة ومنظومات حرب إلكترونية متطورة ودبابات متطورة. نعم نعم، كان العدو الإسرائيلي متفوق نوعي، لكن احنا بالتخطيط اللي هو جزء التخطيط العسكري اللي احنا ما اتكلمناش فيه، لا احنا تغلبنا على كل نقاط الضعف دي، لان زي ما انت عندك نقاط، ومفيش حد عنده كامل من نقاط القوه. فالتخطيط بقى العسكري بدا يبص او يرصد نقاط الضعف في العدو ويستغلها من خلال اجراءات وخطط عسكريه وتعاون وثيق ما بين وتعاون استراتيجي ما بين القوات السوريه عشان افتح جبهتين بطول 4000 كيلو عشان اشتت جهود. ده كله ده تخطيط عسكري صحيح. كل هذه الاجراءات يعني دحضت، يعني خط برليف اتكسر، خط برليف اقتحم، خط برليف المانع اللي اقوى مانع في التاريخ تهايل تحت اقدام المقاتلين المصريين وتحت قصفات المدفعية، وأسر ما أسر وقتل ما قتل. هو دي مش حقائق ولا هنقدر نتكلم بقى في معركة الصغرى وبتاع ده. احنا كان في معركة الصغرى دي ده كان الجيش الإسرائيلي، كان تلت الجيش الإسرائيلي نص جيش هيدمر تماما. يعني برضو نقول برضو حقيقة ثابتة في العلم العسكري، أي حرب بتبدأ بقرار سياسي صحيح. ثم عملية عسكرية أو قرار عسكري، وتنتهي بقرار سياسي. أوكي. الأطراف المتصارعين عشان يقعدوا على طاولة مفاوضات ويبدأوا أنت ليك إيه عندي هدهولك، مفيش حد هيقعد. والحرب الروسية الأوكرانية مثال حي على كده، وحروب كثيرة، إلا لما تبقى أوراق
قويه عند طرف من الطرفين. صحيح. الطرف المصري كان عنده اوراق قويه جدا جدا، وبالتالي نجحت مفاوضات السلام ومشكرين اتفضلوا الارض دي بتاعتنا، حاضر، سابوا الارض خدنا ارضنا. طيب هو في حد كان يبقى يملك ادوات تفاوض سياسي ويملك على الارض مقومات ويتنازل بهذا الشكل؟ لا طبعا. ده 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 على فكره دي نظريات طبعا. يعني انا مش هقعد مع خصم وهو معاه ورق ضغط وانا معايا ورق ضغط، اللي اوراقه الضغط هي الاقوى الفرد الطرف الاخر هيتنازل. صحيح. دي كانت نتيجه. صحيح. فبالتالي اي حملات تشكيك هي الحقيقه حملات زائفه عشان تبييض وجه القوات المسلحة الإسرائيلية. ويمكن يا سيادة اللواء علشان كده أعتقد كان في فطنة في الوقت الحالي تحديدا، وده يحسب لي يعني القيادة السياسية ومن ثم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بفكرة وجود وولود قناة ثقافية، قناة وثائقية عفوا، لتوثيق التاريخ المصري بأيادي المصريين، عشان طبعاً ما يبقاش في حد بيحكي التاريخ نيابة عنا. واعتقد ده درس من الدروس المستفادة خلال الفترة وخطوة مهمة حقيقة. وختاما يبقى لنا كمصريين أن نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم طبعاً. ووجود قوات مسلحة باسلة تدافع عن الشخصية المصرية وعن الأرض وعن الأرض أيضا.